السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو سوف نعرض عليكم ماذا قال الإعلام الجزائري حفيظ الدراجي عن أحداث مباراة الجزائر ضد المغرب في نهائي كأس العرب لأقل من 17 سنة. لكن قبل أن نبدأ في تفاصيل الفيديو، لا تنسوا دعمنا والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. إذن وبعد مرور أكثر من 5 أيام على نهائي كأس العرب للناشئين، خرج اليوم حفيظ الدراجي بتغريدة جاء فيها: فضلت التريث وعدم الخوض مع الخائضين حتى تهدأ الأعصاب وتتضح الصورة للناس ويستوعب الجميع بأن المباراة جرت في روح رياضية عالية طيلة وقتها الرسمي أمام أكثر من 20,000 متفرج، ولم يكن هناك ما يوحي بأن مشادات ستحدث بين اللاعبين عند نهايتها. مباراة الجزائر والمغرب مجرد مشادات بين أطفال. كانت هذه تغريدة حفيظ الدراجي بخصوص نهائي كأس العرب للناشئين وبسبب الأحداث التي ولت المباراة بين الجزائر والمغرب. وفي الأخير، إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد.